السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله ده فيديو النتيجة إن شاء الله بتاعت العلاج ده الجدي اللي كان بيعرض إن شاء الله زي ما أنت شايف رجليه الحمد لله اتعدلت 100% مفيش فيه أي مشكلة مشيته طبيعية خالص الحمد لله مفيش أي لاوية في رجليه لا من ورا ولا من قدام. أنت شفته في الفيديو اللي فات فيديو عرج الأغنام كان فيديو عاملة إزاي رجليه عاملة إزاي. بص على رجليه ما شاء الله عدة الاتنين عدلين دي اللي كانت بتقلب لقدام ما شاء الله اهي مفيش فيها أي مشكلة. طبعا ده زي ما قلنا كانوا اتنين توأم هما ده الذكر وده النتاية أخته اهي أخته مفيش أي مشكلة هما الاثنين طبيعيين الحمد لله مفيش فيهم اي مشكله. بس زي ما قلت لك اهتمام بالرضاعه وتعرضه للشمس انا اديته مرتين الدواء ما اديتوش اكتر من مرتين اللي هو الديكير 12 بشري ما اديتش منه غير مرتين زاد التاكيد قلت لك ممكن برضك من غير ما تدي بالرضاعه والشمس هيتظبط لوحده برضك ممكن بس دي تاكيد زاد التاكيد اديته الدواء مرتين والحمد لله زي ما احنا شايفين النتيجه اهي عشان كل اختبارتنا عمليه ان شاء الله باذن الله عشان المتابعين عندنا يشوفوا النتيجه ما بنتكلمش على ورقه وقلم يعني ما شاء الله الجديد تمام التمام صحته بخير الحمد لله. طبعا ان شاء الله احنا كنا عاملين فيديو عن التهاب الضرع في الاغنام بس لسه المعزه بتتعالج اهي كل فيديو بنوريها لكم. على فكرة احتمال طبعا الالتهاب يزيد زيادة عن اللزوم وما تخفش منه بس ان شاء الله في ناحية بإذن الله خفت والناحية التانية لسه شوية يعني دي زي ما احنا شايفين الناحية التانية بس عادي ده الطبيعي الناحية دي طبيعية الناحية دي كده طبيعية ثانية واحدة بس ده كده الجلد ملمس ال بس ده كده ملمس الضرع طبيعي خالص 100% اما الناحيه الثانيه لسه الضرع ملحم لسه الضرع زي ما انت شايف الضرع فيه لحميه لسه فيه جزء وارم بس ان شاء الله باذن الله مستمرين معاها على العلاج وان شاء الله هنوريكم النتيجه اول باول ان شاء الله لما لو خفت باذن الله تمام هي ناحيه خفت الحمد لله استجابت الناحيه الثانيه لسه بس الحمد لله لغايه دلوقتي فيها لبن وبترضع تمام مفيش فيها اي مشكله دي اهم نقطه. في النهايه لو عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناه وان شاء الله في فيديو باذن الله هنحاول نعمل فيديو عشان ناس كتير سالت عن تسمين الجديان او بمعنى الصح الجديان او الاغنام هنعمل ممكن نعمل ان شاء الله فيديو عملي ونتابعه مرحله بمرحله من بدايه من اول يوم في التسمين ان شاء الله. بس المشكله ان انا تاجر الحاجه ما بتقعدش عندي فلكن اذا قعدت بنعلفها ما بنستخسرش فيها العلف مش الحاجه يعني جايبها للبيع وبس لا بنعلف وقت ما تتباع تتباع بس ان شاء الله لو حاجه قعدت هنتابع مع بعض ان شاء الله بالميزان وبالعلف ان شاء الله من اول يوم هنبدا فيه التسمين هنبدا مع بعض ان شاء الله مرحله مرحله اي جديد اي تغيير اي حاجه هتحصل ان شاء الله هنتابع معاك بكل اول باول بالفيديوهات هنتابع بالميزان هنتابع بالادويه اللي هنستخدمها ان شاء الله. في النهايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.